أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نظام حماية الأجور لتظهر نسبة الالتزام المنشآت وعرض التنبيهات على أن يتم البدء في معالجة الملفات بناء على قواعد العمل الجديدة بشكل فوري. ويعد نظام إدارة الأجور إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج التحول الوطني الهادفة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة. ويقوم النظام بإنشاء ملف الرواتب لتسليمه للبنوك لمعالجة الرواتب وتحويلها للموظفين، بحيث تستطيع المنشآت عند الدخول على موقع حماية الأجور ومعرفة السجلات المرفوضة بناء على الشهر وعلى نوع المخالفة. ويرصد نظام حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في القطاع الخاص السعوديين والوافدين، ويقيس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها بين أطراف التعاقد. كما أوضحت وزارة العمل أن التحديث الجديد للنظام يرفض ملف حماية الأجور بشكل كامل إذا تم التعديل على الملف بعد استلامه من البنك وعدم وجود الرقم الموحد للمنشأة وعدم مطابقته والدفع بعملة غير الريال السعودي تسبب في رفض الملف.